على الخروقات تقوم بها الشركه اداره الشركه واللي تتمثل في واحد التجريد نائب ديال الكاتب العام ديال المكتب النقابي من المهام ديالو بدون واحد المسببات اللي هي ريزونابل اللي هي فالابل. وبالتالي فحنايا قمنا بجميع المراحل اللي يمكن لنا نقوم بها فرسلنا الاداره بطريقه حبيه. ثاني حاجه اننا كان الانسبكتور دو طرافاي اللي جا باش لقى واحد الريكونسيلياسيون بيناتنا ما كانوش حلول ما كانوش مقترحات ضرينا ان نمشيو للانسبكسيون دو طرافاي قدام ريجيونال دو طرافاي اونكور اون فوا ما كان لا حلول لا شي مقترحات. بالتالي اضطرينا اننا نديروا وقفه احتجاجيه اضراب لمده ساعتين مع واحد وقفه احتجاجيه تضامنيه من الاخوان ديالنا المناضلين والاطر ديال اتحاد كيماويات وديال الاتحاد الجهوي الاتحاد المغربي للشغل. المحطه الاولى غيكونوا محطات اللي غتكون في واحد التصاعد سوف الحق ديالنا غادي اون فالا غاشي كما تيقولوا ما تستنى شي واحد يعطيو لينا غادي اون فالا غاشي ان شاء الله. ما يمكنش ينسالي قبل ما ننوه بالعمل ديال السلطات اللي سهرات باش تكون هذه الوقفه بطريقه سلميه بطريقه حضاريه وهادو دائما لا اطور لا المستخدمين والمستخدمات ديال صنوفي تيعبروا عليه في كل مرحله. صنوفي افونتي الشركه ديالنا اللي كبرنا فيها درنا فيها بزاف ديال الحوايج غنبقاو ديما نحافظوا عليها. الا كانت هذه الوقفه احتجاجيه ماشي ضد الشركه ضد التصرفات نكونوا على يقين ان احنا الشركه ديالنا غادي نبقاو فيها غادي نوقفوا باش غادي تزيد لانه فان دو كونت حنا الشركه ديال الدواء تعطيو للدول من غادي تقدر تكون اختي تقدر تكون امي تقدر تكون اختك تقدر تكون فلا ما يمكنش لنا ان غنضروها. يقدروا يكونوا دي زانفورماسيون دي فوس انفورماسيون مي بور لانستون مو بيرسونيلمون ما غادي نعطي حتى شي انفورماسيون على قبل لا سوسيتي ديالي حيت كيف ما بغى يكون الحال سي لا سوسيتي ديالي ولا انتري سوبريم ديالي هو اللي تيبقى ديال صانوفي نو با دي بيرسون. هذه الوقفه اللي وقفنا نظمتها قطاع الكيماويات اللي تابع للاتحاد المغربي للشغل هو اللي نظم هذه الوقفه تضامنا مع الاخوان المكتب النقابي ديال المؤسسه اللي حنا فيها. هذه المؤسسه اللي ما عندنا كاع المؤسسات ملتي ناسيونال وما عندنا في المغرب الطيران جميع كلهم خدامين الانتاج غادي حنا كنحترموا حقوقنا كنقابيين والمسائل المطالب كل سنه ومسائل غاديه والربح الاول هي بلادنا اللي كتصدر وتموت. هاد الناس بوحدهم وهادو اللي عندهم في بلادهم كاين احترام النقابي وحق النقابي. هاد الدوله ديالهم غتستاهل غتفاجئ بهاد الوقفه على جديدنا على الممارسات تاع السوفيات ضد الممثلين ديال النقابي. حنا ما طارحين لا مطالب لا والو. انت خدام خصهم يحترموا القانون ويحترموا الظاهر الشريف اللي كيأسس الحريه النقابيه. وهنا عندنا نيت رجال الشغل راهم معنا نيت في وقفه وراهم كيعرفوا كيديروا التقرير ديالهم. كوكو حنا ما واقفينش على الظلم. حنا ما عمرنا كنوقفوا على الظلم. ملي كتجي الممثلين النقابيه النقابه خط احمر. الا مشى حتى تهال راه مشاو للعمال. هذا هو الوقفه ديالنا تضامن مع الاخوان ديال المكتب التعسفات اللي كتمارسها الاداره التخويف ديالهم باش يتراجعوا على التمثيلين. هذا هو السياسه اللي دايره الاداره كيحاولوا ولكن ما كيمشوش غالبا بالعكس كيزيدوا يقووا العمل النقابي داخل المكتب. هذا خطا طاحوا فيه وحنا راه مستعدين للحوار مستعدين. هذا هو الاتحاد المغربي للشغل كما كان الحوار كنكونوا حنا الاولين والحق يعلو ولا يعلى عليه.